الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء إن الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحطمنكم
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.